السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم ايمان الانصاري. النهاردة عاملة لكم فيديو مشتريات لمنتجات للعناية بالبشرة يعني، فتابعوا معايا بقى الفيديو عشان نشوف ايه المنتجات اللي موجودة معانا النهاردة. فتابعوا بقى معايا الفيديو، ما تنسوش اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس، ما تنسوش اللايك والشير علشان غيركم يستفيد، وتابعوا معايا الفيديو ده عشان تعرفوا التفاصيل. هاي حبايب قلبي، ورجعت لكم تاني، ويلا بينا نبتدي الفيديو. بس طبعا اول حاجة انا حابة اشكركم كلكم، كل اللي متابعيني من مصر وبره مصر، بجد بشكركم جدا لدعمكم ليا ووقفتكم معايا ان القناة بتاعتي بتكبر، وبجد انا بشكركم جدا جدا جدا. وان شاء الله هحاول باذن الله اكتر من كده ان انا اقدم لكم محتويات مفيدة وبشكل كويس، ويبقى في تطور باذن الله في القناه. بيكم باذن الله بنجح، وبفضل ربنا اولا ثم بيكم بنجح الحمد لله. وبحمد ربنا طبعا ان انتوا من الناس اللي متابعيني، اللي بتدعمني دايما بتعليقاتكم الحلوه الايجابيه، بشكركم جدا. وبشكر ربنا طبعا قبل الكل، وبفضل ربنا وثم بفضلكم انا القناه بتاعتي نجحت الحمد لله. فيلا بينا بقى ايه، ندخل على الموضوع على طول علشان نشوف ايه المنتجات اللي معايا النهاردة. بصوا يا حبايبي، هطلع لكم المنتجات الاول وهعرفكم عليها واحدة واحدة. بصوا يا حبايب قلبي، اول حاجة هبدأ لكم بيها، مش فاكرة انا كلمتكم عن الكريم ده قبل كده ولا لأ، بس الكريم ده من المفضلات بتاعتي، بحبه جدا، ترطيب للبشرة روعة بجد، مناسب قوي للبشرة الدهنية والمختلطة، حبيته جدا 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 وما بستغناش عنه ابدا. وكمان بيبقى حلو قوي في الشتاء كترطيب او في الفصل اللي هو الخريف، وكمان خفيف جدا في الصيف برضو ان انت تستخدميه، فمناسب قوي وكمان بيدي تفتيح. سعر الكريم ده 25 جنيه، وهو 100 ملي، فحاجة كويسة بتقعد معايا فترة لو هرطب بيه بشرتي اللي هو الوجه بس، فهو حلو الصراحة وانا بعتمد عليه فمجربة كتير. فتقريبا مش فاكرة كلمتكم عليه قبل كده في فيديو ولا لا. تاني حاجة طبعا يا بنات هكلمكم عنها، الغسول ده من كير فري، بجد يا بنات من انضف ومن اروع الغسولات اللي ممكن تجربوها. انا الغسول ده مجرباه وكررته تاني، بجد حاجة ما شاء الله تحفة، كويس جدا. هو بالشاي الاخضر والصبار، بيدوم لمدة 12 ساعة انتعاش، حلو جدا. ده المنطقة البيكيني اريا، بيشيل البكتيريا واي التهابات، بجد حلوة قوي الصراحة وامن جدا. طبعا يا بنات بتقدري ده بتستخدميه عادي جل، وينفع برضو تخففيه فتقدري تستخدميه، وده كمان بيحافظ على معدل البي اتش في المنطقة دي، فحلو جدا، فعجبني الصراحة. ودي حاجة من الحاجات اللي انا بحبها، شركة كير فري بتنتج غسولات حلوة جدا للبيكيني اريا وكده، فحبيته جدا. والمليات بتاعته 200 ملي، يعني كمية حلوة وكبيرة جدا. وكان سعر الغسول ده جايباه ب50 جنيه من الصيدلية، هتلاقوا الحاجات دي متوفرة في اي صيدلية يا بنات، كل اللي جايباه ده، كل اللي متوفر ده جايباه من صيدلية صغيرة عادي، يعني هتلاقوه متوفر في كل مكان. جبت الشامبو ده من بيرت بلس، اول مرة لسه ما جربتوش قبل كده، فهجربه ان شاء الله واديكم رأيي فيه. حبيت ريحته جدا، وكمان حبيت ان هو بخلاصة الزنجبيل وهو ضد تساقط الشعر، فانا ان شاء الله هجرب الشامبو ده، ولو عجبني باذن الله هقول لكم كل المواصفات بتاعته، ما عجبنيش برضه هقول لكم الحاجة الوحشة فيه والحلوة. الملايات بتاعته 400 ملي، وحاجة كويسة جدا، وكان سعره تقريبا 38 جنيه، لان التكت هنا متشالة، سعره 38 جنيه اللي هو 400 ملي، فهجربه ان شاء الله واقول لكم رأيي فيه باذن الله. نيجي بقى يا بنات لبرضو للغسول ده، مختص بمنطقة البيكيني اريا، اسمه فيرونا. طبعا انا الغسول ده ما جربتوش يا بنات، انا جبته علشان يعني في ناس جربته ونصحتني بيه، فانا هجربه ان شاء الله وهقول لكم رأيي فيه برضو كويس زي كير فري ولا لا. وبرضو بيحافظ على معدل البي اتش، وكمان بتقدري تستخدميه كجل مخفف، وتقدري تستخدميه مركز. وهنا بيقولك الخلاصة
بتاعته بالأرجزان، بالأرجزان تقريبا، وخلاصة المرمرية وخلاصة شمع العسل وجليسرين منتول ومنتول وزيت شجرة الشاي وسيمول، سيمول معرفش بنطق الحاجات دي صح ولا لأ، وزيت البردكوش وزيت الكوماميل، الكوماميل معرفش صح ولا لأ، وكلوروهكسيدين معرفش بنطق الحاجات دي صح ولا غلط يا جماعة، ولاكتيل أسيد وخلاصة الورد. في هنا المكونات بتاعته طبيعية، ده اللي خلاني اشتريته، وان كمان ناس كتير رشحته لي وقالت لي ان هو حلو برضو ونفس نظام كير فري. ده طبعا يا بنات المليات بتاعته 250 ملي، فان شاء الله هجربه واقول لكم رأيي فيه. وطبعا يا بنات سعره كان، سعره زي ما انتم شايفين 36 جنيه و250 ملي، فانا ان شاء الله هجربه باذن الله وهبقى اطلع لكم فيديو، هعمل لكم فيديو عن المنتجين دول واقول لكم رايي فيهم، اللي هو شامبو بتاع الشعر وغسول البيكيني اريا، وهقول لكم ان شاء الله على الحاجات اللي هي الكويسه فيهم والوحشه فيهم. تمام يا حبايب قلبي، دلوقتي جيت لنهايه الفيديو، يا ريت لو انت لسه جديده في القناه ما تنسيش اشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس وما تنسيش اللايك والشير علشان غيرك يستفيد، وتابعي معايا فيديوهاتي وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة، علشان ان شاء الله هنزل لكم فيديوهات اول باول، فتابعوا معايا بقى ان شاء الله الفيديوهات الجاية. واشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجاية، وياريت اللي حد فيكم جرب المنتج ده وجرب الشامبو ده يكتب لي في التعليقات برضو الحاجات دي عجبتكم ولا لأ، ويكتب لي برضو عن الغسول ده والكريم ده، يكتبوا لي لو جربتوا المنتجات دي يعني عامة، يكتبوا لي تحت في التعليقات عجبتكم ولا ما عجبتكوش. وان شاء الله بقى اشوفكم في الفيديوهات الجاية، باي باي.